بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن الكنترول، وأقصد بكده الكنترول الخاص بالرامات، أو الكنترول الخاص بالبروسيسور، أو الكنترول الخاص بالشيبات. يعني إيه كنترول وإزاي بستعمله في الدايرة؟ الكنترول معناها إن ده عبارة عن أي سي بيتحكم في قناة كاملة، بتتكون من بوابات علوية وبوابات سفلية وكويلات ومكثفات. بستخدمها في التحكم في إنتاج فولت خاص بدايرة معينة، سواء كانت مثلا بروسيسور أو رامات أو شيبات أو هكذا. زي ما حضراتكم شايفين في مخطط، المخطط ده مخطط بوردة جي 31 جيجا بايت، بستخدم فيها اي سي كنترول رقم 81.05، رقم التسلسل الخاص بي على المذر بورد في البوردة جي 31 هو U86. زي ما حضراتكم شايفين الاي سي او الكنترول بياخد فولت 5 فولت جاية باور سبلاي. الكنترول بيشتغل معايا بيطلع فولت على الجيت الخاصة بالمصفت العلوي اللي هو رقمه Q286. المصفت العلوي جاله فولت 5 فولت جايله من الباور سبلاي، يعني في 5 فولت على الدرين. عشان الفولت يطلع من الدرين للسورس لازم يكون في فولت على الجيت. طيب الفولت على الجيت هنجيبه منين؟ من الابر جيت الخاصة او البن الموجود في الكنترول بتاعي. يعني اي سي الكنترول بيطلع فولت على الابر جيت الخاصة بالمصفت العلوي، وبالتالي هيترفع معايا العائق الموجود وهيعدي الفولت من الدرين للسورس، بمعنى ان انا استعملت الفولت اللي جاي من الكنترول كبوابه بفتح بيها الفولت اللي نازل من الدرين الى السورس. لما بيكون في فولت من الجيت للسورس بيكون في فولت من فولت على الجيت بيعدي الفولت من الدرين للسورس، بالتالي القناه كلها بتكون في وضع اون. طيب اذا استعملت القناه دي مع اكتر من قناه في دايره البروسيسور، بالتالي بلاحظ انها مره بتبقى في وضع اون ومره بتبقى في وضع اوف على حسب المين كنترول الموجود في دايره البروسيسور واستعماله للقناه. مثلا لو استعمل القناه الكنترول بيطلع فولت على الجيت بتكون القناه كلها في وضع اون، اذا الكنترول ما طلعش فولت على الجيت القناه كلها بتكون في وضع اوف. في حالات الرامات بلاقي ان الدايره دي عموما في وضع اون، ما ينفعش تكون في وضع اوف في الدايره، لانها لو كانت في وضع اوف مفيش فولت على الرامه، فبالتالي هتحصل مشكله في المذر بورد والمذر بورد مش هتشتغل معايا. لما يكون عندي بستعمل مثلا الكنترول في دايره الرامه او القناه كلها في دايره الرامه، بلاقي ان الفولت على الجيت الخاصه بالبوابه العلويه او المصفت العلوي دائما في وضع اون، في فولت على الجيت بيعدي الفولت القادم اللي هو 5 فولت بتعدي بعد تنظيمها طبعا على حسب الفولت اللي جاي من الجيت الى السورس، وبعد كده الفولت القادم من السورس بنلاقيه على درين المصفت السفلي، وعن طريق البن الفيز بتحكم في الفولت اللي ناتج وهو الفولت المطلوب للدايره المعينه. فمثلا انا بستعملها في الرامات، فبالتالي ان الفولت اللي ناتج هيبقى عندي 1.8 فولت بتعدي على كويل او على ملف، ثم بعدها بتتجه الى الرامات لتغذيتها في المذر بورد. دي فكرة الكنترول. يعني يبقى الكنترول فكرته الأساسية انه بيبقى ماسك الأبر جيت الخاصة بالبوابة العلوية، وكمان ماسك الجيت الخاصة بالبوابة السفلية هنسميها اللور جيت. يعني هو بيتحكم في الفولت اللي ناتج من الكنترول نفسه إلى الأبر جيت، وكمان بيتحكم في الفولت الواصل إلى اللور جيت أو إلى البوابة السفلية. عشان كده سميناه اي سي الكنترول، وده بيختلف نهائيا عن اي سي القسمه. اي سي القسمه كل اللي بيعمله ان بياخد الفولت اللي ناتج من الكنترول على حسب نوع الفولت. مثلا هنا عندنا رامه دي ار 2 الفولت اللي عليها 1.8 فولت، فبالتالي هو بياخد ال 1.8 فولت بيقسمها على 2 وبيطلع التغذيه الثانيه اللي هي تغذيه اطراف الرامات. الفولت اللي ناتج من الكنترول ده الفولت اللي ناتج لتغذيه الرامه واي سي سوفت الرامه وخلايا الرامه، اما الفولت الثاني اللي هو ناتج من اي سي القسمه ده بيغذي الباس ترمينيشن او اطراف الرامات. ده بالنسبه للكنترول الخاص بالرامه، ويعني ايه كلمه كنترول. اتمنى نكون فهمنا الفكره، وهنتناول مثال عملي دلوقتي على البورده اللي احنا درسنا مخططها، هي البورده جي 31. زي ما حضراتكم شايفين في الصوره دي، ده في دي الرامات والدايره الخاصه بيها قدامي. بلاحظ ان الاي سي اللي هو يو 86 ده الاي سي 8105 ار تي 8105، ده الاي سي اللي هو عباره عن الكنترول اللي بيتحكم في البوابه السفليه والبوابه العلويه. البوابتين اللي قدامي في الصوره عباره عن المصفت العلوي والمصفت الفرعي، في المخطط ارقامهم هي كيو 286 ده المصفت العلوي او البوابه العلويه، والرقم الثاني اللي هو كيو 288 ده عبارة عن البوابة السفلية. زي ما حضراتكم شايفين ده كيو 286 البوابة العلوية والبوابة السفلية قدامي في الصورة. عن طريقهم
وعن طريق الكنترول بتاعي بينتج الفولت المطلوب لتغذية الرامة، وده بيكون على حسب الرامة المستعملة عندي. اذا كنت بستعمل القناة مثلا في بستخدم الكنترول في رامة دي ار2، فبلاقي الفولت اللي ناتج هيبقى 1.8 فولت. اذا كنت بستعملها في عند مثلا رامة دي ار3، بلاقي ان الفولت اللي ناتج 1.5 فولت. اذا كنت بستعملها في تغذية شيب مثلا وليكن شيب انتل، بلاقي الفولت اللي ناتج من القناة 1.8 فولت. اتمنى تكون الفكرة وصلت، واستودعكم الله.